last speaker and the eminent speaker وأحسن أحسن ختام for this session. Professor Amal Mahfouz from Alexandria University presenting The Criminal Was Hiding in Plain Sight. اسم جميل. هي الكريمنال بسيطة يعني. شكرا دكتورة عزة، شكرا دكتورة أمال، أنا يتشرفني جدا أبقى معاكم في المؤتمر، ويعني دي حاجة أحلم بيها أن حضراتكم تبقوا تشير بيرسون. الكرايم الديسكلوجر بتاعي ده، الديسكلوجر بتاعي الكرايم سين بتاعتي ده، ولد 3 years old child presented to the GIT clinic by mild abdominal distension. Abdominal examination revealed splenomegaly. ما كانش فيه هباتوميجالي، اسايتس، or any abdominal masses. ما كانش فيه other GIT symptoms، ولا vomiting، ولا constipation، ولا diarrhea، ولا urinary symptoms. On examination, a general look is well. No pallor, no jaundice. Anthropometric measurement was in normal. The skin and system examination كان كله normal. ما كانش فيه حاجة غير بس just splenomegaly. By laboratory investigations, CBC اتعادت كذا مرة، كان الهيموغلوبين بتاعه نورمال، الوايت بلاد سيلز نورمال، لكن كان في مايلد ثرومبوسيتوبينيا 129، كانت 129 يعني very mild thrombocytopenia. وطبعا احنا عارفين ساعات السي بي سي تطلع فيها thrombocytopenia، تعيدها كذا مرة تطلع نورمال، لكن هو كان عنده thrombocytopenia. الليفر بروفايل بتاعه كان نورمال، اي اس تي نورمال، اي ال تي نورمال، السينثيتك فانكشن اوف ذا ليفر، الالبومين والجلوكوز كانوا نورمال، البليدنج بروفايل بي تي اند بي تي تي كانوا نورمال، وبرده الكيدني فانكشنز كانت نورمال. يعني انا ما عنديش في الانفستيجيشنز بتاعت الولد ده غير جاست ثرومبوسايتوبينيا. ابدومينال اكزامينيشن كانت بالنسبه لنا صعبه شويه، لكن احنا ما كناش حاسين الهباتوميجالي، لكن هم قالوا لنا الليفر از مايدلي انلارجد، has irregular contour with parenchyma shows non-homogeneous echo pattern with areas of increased echogenicity, pictures of liver cirrhosis. يعني الولد ده in spite ان الليفر بتاعه ما كانش محسوس، لكن كان في cirrhotic liver، كان في splenomegaly، no ascites, other abdominal organs كانت normal. بدأنا نفكر في differential diagnosis بتاع الحالة. ايه رأي حضراتكم ممكن تكون الحالة ايه؟ احنا فكرنا ان هي ممكن تكون metabolic liver disease, storage disease, chronic hepatitis, congenital hepatic fibrosis, idiopathic cirrhosis. على حسب ما فكرنا بدأنا نينفستيجيت الولد ده عشان نعرف ايه سبب الليفر سيروزز اللي عنده. عملنا viral markers، ايبشتاين بار، سي ام في، هيباتيتس بي، السي صعب قوي تعمل في 3 سنين سيروزز، اوتو اميون ماركرز يمكن تكون اوتو اميون هيباتيتس، عملنا انتي نيوكلير، انتي دبل ستراند، انتي سموس، انتي ليفر كيدني، توتال اي جي جي كله طلع نورمال. الميتابوليك ورك اب اكوردنج للافيلبل في مصر، عملنا سكريننج فور جالاكتوزيميا، تيروزينيميا، فراكتوزيميا، ويلسون ديزيز، الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، كله ده طلع نورمال، بومارو اسبيريشن اول نيجاتيف. الحل ايه؟ ان احنا نعمل ليفر بايوبسي. عملنا ليفر بايوبسي، دكتوره منى عبد الهادي دي اميننت باثولوجي عندنا، دكتوره منى قالت ان في بس فينس كونجيشن اند بريزيرفد لوبيرال اركيتكتشرز، يعني الليفر سليم. قلنا نعمل اعاده قراءه للليفر بايوبسي تاني، وديناه اميننت بروف تاني دكتور خالد زلطه في المنصوره، عدلنا الليفر بايوبسي، دكتور خالد قال انتاكت ليفر اركيتكتشرز ويز نو ايفيدنس اوف بورتال فايبروزز اند نيكرو انفلاميشن. يعني الحاله بليفر بايوبسي اتقالت كذا مره ان مفيش ليفر سيروزز، ان الليفر از انتاكت. طيب في الحاله دي وات از ذا نيكست ستيب؟ ري ريد الليفر بايوبسي، اوديها حد تاني يقراها، اسك فور جينيتك تيستينج، ري ايفالويت ذا هيستوري اور دوبلر الترا ساوند. فوتينج، ايه رأي حضراتكم؟ ري ريد الليفر بايوبسي، احنا يعني وديناها لجامعة اسكندرية اروها، جامعة تانية اروها، وقالوا ان مفيش ليفر سيروزس. الجيناتيك تيستينج طب على اساس ايه؟ يعني انا برضو ما عنديش ديفرنشال دياجنوزز واضح للحالة، والحالة اصلا الليفر طلع بتاعها سليم. ري ايفالويت الهيستوري، اللي كتب ري ايفالويت الهيستوري كان عايز يسأل على ايه؟ طبعا كان اختيارنا دوبلر التراساوند، زي ما حضراتكم كده قلتوا هي دوبلر التراساوند. الدوبلر التراساوند قالت لنا ان الليفر سليم، وان الولد ده كان عنده بورتال فين ثرومبوز.
ان المين بورتال فين انتاكت بس الرايت برانش اوف بورتال فين فيه ثرومبس والثرومبس فيه حصل فيها كافيرنس ترانسفورميشن وان عمل كولاترالز وان هو ده اللي عمل للولد ده البورتال هايبرتنشن والسبلينوميجالي وما كانش فيه اسايتس. طيب what would you need to do بعد ما انت عرفت ان الولد ده عنده بورتال فين ثرومبوزس؟ هت ستارت تريتمنت اوف ذا كيس، ريبيت اللابوراتوري انفستيجيشنز، ask for upper GIT endoscopy, ask for triphasic CT abdomen. هنعمل ايه؟ voting. هتعمل ايه في الحالة دي؟ طبعا بتوع الهيباتولوجي كلهم عارفين هنعمل ايه، الناس اللي مش هيباتولوجيست بقى هنعمل ايه؟ treatment of the case، لازم اكمل الداتا بتاعت الحالة عشان انا ابتدي treatment. confirm your diagnosis according لايه؟ to confirm للhistory or by further investigations. Ask for triphasic CT ممكن تساعدك شوية، لكن طبعا الأصح إن أنا أعمل upper GI endoscopy عشان أكمل الصورة بتاعة البورتال هايبرتنشن اللي عندي. الأبر جي آي تي اندوسكوبي، الأبر جي آي دي اندوسكوبي كان فيه grade 1 varices esophageal varices without risk sign لان الولد ده ما كانش عنده active bleeding، الاستومك ما كانش فيها gastric varices ولا hypertensive gastropathy، الديودينم normal recommended for follow up after 1 year. كده الصوره اكتملت ان الولد ده عنده portal vein thrombosis development of portal hypertension. لما خدنا detailed history، وبعض على فكره الامهات ما بتبقاش عارفه تفاصيل ابنها ايه، خدنا قعدنا طبعا نقول للام طب الولد ده اتحجز في حضانه، قالت اتحجز في حضانه، طب يا ستي الولد ده تركب له امبيليكال فينس كاثيترز، راحت المبتسرين وسالت وجابت الريبورت ان الولد ده قعد في المبتسرين 30 يوم وتركب له امبيليكال فين كاث، ونتيجه كده حصل بوست امبيليكال فينس كاث بورتال فين ثرومبوزز اند development of extra hepatic portal vein thrombosis، ودي شكل الالترا ساوند اللي هي لما بتبقى واضحه يعني الثرومبس اللي موجوده في البورتال فين. So the final and the confirmed diagnosis of the case: portal vein thrombosis, post embolical cath, portal hypertension, esophageal varices and splenomegaly. طيب التريتمنت الحالات دي ايه؟ لو الحاله زي حالتنا كده ما كانش عندها اكتيف بليدنج من الابر جي اي تي بليدنج، بنعمل واتس كولد برايمري بروفلاكسيس ستارتنج اوف نون سيلكتيف بيتا بلوكر اللي هو البروبرانولول، لان هو بيعمل سبلينكينج فازو كونستريكشن ويقلل البورتال هايبرتنشن. ده بالنسبه للحاله دي. حالات ثانيه بيبقى جايب اكتيف بليدنج، يبقى وان اوف ذا بريزنتنج سيمبتومز اوف بورتال هايبرتنشن بيبقى سبلينوميجالي اور البليدنج فروم الجي اي تي بليدنج فروم الاسوفيجيال فارسز. الحاله بتاعتنا كان البريزنتنج سيمبتوم بتاعتها سبلينوميجالي. في حالات تانية بتيجي باكتف بليدنج، لو اكتف بليدنج بتمانج الابر جي اي تي بليدنج اللي انت بتعمل ايه، اللي انت بتحجز الحاله اي في طبعا اوف اورال واي في فلويد، وتدي الاي في في بعض الحالات، والاكتوريوتايد اللي هو بيعمل سبلينكينج فازو كونستريكشن، ولازم طبعا تعمل ارجنت ابر جي اي اندوسكوبي يتعمل فيها بانديليجيشن او سكليروثيرابي. طبعا لازم نعمل فولو اب للحالات ديت علشان الحاله دي اللي زي ما احنا شايفين ما كانش فيها غير المايلد سبلينو مايلد ثرومبوسايتوبينيا. باي فولو اب الحالات دي بيحصل انكريز للسايز بتاع السبلين، بيحصل فيها الهايبر سبلينيزم وممكن يديفلوبمنت اوف اسايتس. فانت لازم تعمل فولو اب كلينيكالي جروس بارامتر اوف ذا كيس، اذا كان هالديفلوبمنت اوف تزود السايز بتاع السبلين يكبر ديفلوبمنت اوف اسايتس، وكمان لابوراتوري بالسي بي سي عشان تشوف الهايبر سبلينيزم والليفر بروفايل. سيرجري اف نيدد اللي هو اللي انت بتعمل بورتو سيستميك شانت، اللي انت بتعمل مثلا الميزو كيفال شانت او بتعمل سبلينو رينال شانت او الجديد اللي دلوقتي موجود وكل الناس بتتكلم عليه اللي هو الميزو ريكس شانت، اللي انت بتوصل ليفت بورتال فين بالسبيريو ميزنتريك فين، وبيبقى ده بيزود الكونتينيوتي اوف فلو ثرو البورتال فين والولد بيرجع يبقى كويس تماما. بعض الاطفال ساعات بتديفلوب ناتشرال انستيموزز ما بين البورتال والسيستميك سيركوليشن. جي بي جي 2020 في جورنال اوف جي بي جي كان في مقاله
بتقول clinically evident portal hypertension. يعني انت clinically تعرف ان الحالة دي عندها portal hypertension. ازاي؟ بيبقى عندك اتنين، عندك splenomegaly وعندك thrombocytopenia، ومعاك واحد من الاتنين، لاما عندك ascites لاما عندك upper GI bleeding. يبقى لو عندي حالة فيها splenomegaly thrombocytopenia ascites or upper GI في esophageal varices، دي clinically evident portal hypertension. لو عندي حاجة واحدة بس يعني splenomegaly or thrombocytopenia بس، دي اسمها possible clinically evident portal hypertension. لو ما فيش حاجة من دي يبقى absent portal hypertension. طب لو عندي بقى حالة فيها splenomegaly أو thrombocytopenia زي ما الأساتذة قالوا إن ممكن تطلع بقى storage disease، تزع على isosomal storage disease، لكن في الحالة دي طبعا طلعت portal vein thrombus. احنا في جامعة عين شمس الدكتورة توحيدة ياسين عبد الغفار استاذتنا طبعا منزلة paper في clinical and experimental hepatology 2023 single center experience، وكانت بتتكلم على extra hepatic portal vein thrombosis experience بتاعت السنتر بتاعتها، وقايلة في paper دي ان splenomegaly was present في 91% of the cases، وان في conclusion بتاعها كاتبة ان varicial bleeding is a most common، وان تاني حاجة بيبقى splenomegaly والumbilical vein cath هي المين ايتيولوجيكال فاكتور فور ديفلوبمنت اوف اكسترا هيباتيك بورتال فين ثرومبوزس. موضوع العلاقه ما بين الامبلايكال فينس كاث وبين البورتال فين ثرومبوزس ده من زمان، يعني البيبر دي من 2001 في راديولوجي بتقول داز الامبلايكال فين كاثيترايزيشن ليد تو بورتال فين ثرومبوزس، وطبعا هنا في كونكلوجن قايله ان هي فريكوينتلي اسوشييتد وذ بليسمنت اوف ذيس كاث ان امبلايكال فين. طبعا في بيبر كتير قوي لو كتبنا على جوجل كده امبلايكال فين كاث اند بورتال فين ثرومبوزس، بيبر كتير جدا بتتكلم على العلاقه ما بين الاثنين. احنا طبعا في مؤتمر الهيماتولوجي في الجورنال اوف ثرومبوزس ده 2023 لسه نازل، التايتل بتاعت البيبر دي بتقول نيونيتال بورتال فين ثرومبوزس ريسك فاكتورز دايجنوزز تريتمنت ريكومنديشنز اند ريفيو اوف ذا ليتريتشرز. وفي الريزلت بتاعتهم هم كان عندهم 23 عيان about 87% كان عندهم مركبين umbilical vein cath، وفي الconclusion بتاعهم قالوا ان neonatal portal vein thrombosis is the most commonly reported في left branch and there is no evidence of the impact of use of anticoagulant في prevention of portal vein thrombosis. يعني في بتوع النيوناتولوجي يقولوا لنا لا احنا بنكتشف ان في portal vein thrombosis احنا بنستارت على طول anticoagulant. بعض البيبرز كتبت ان انت لو اديت انتيكواجلانت في اول 6 ايام من اكتشافك للثرومبوزيس يو كان بريفنت ديفلوبمنت اوف بورتال فين ثرومبوز. بعض البيبرز الثانيه قالت لا وات ايفر، سواء كنت استخدمت انتيكواجلانت او ما استخدمتش النت ريزلت واحده، ان انت طالما حطيت كاث ودي تعتبر لوكال ريسك فاكتور في وجود اذر فاكتورز ثانيه في بيرسنت كبير من الاطفال النيونات دول هيديفلوب بورتال فين ثرومبوزيس اند بورتال هايبرتنشن. في جورنال اوف كلينيكال ميديسن 2021 التايتل بتاع البيبر اكسترا هيباتيك بورتال فين ثرومبوزيس ان امبورتنت كوز اوف بورتال هايبرتنشن ان تشيلدرن، وهنا هم ارجعوا ليه البورتال فين ثرومبوز بنشوف الايام دي كتير، يعني دكاتره الهيماتولوجي ودكاتره الهيباتولوجي والنيونات برضو بالفولو اب بيلاقوا الكلام ده كتير. يا جماعه احنا عندنا ان فيترو فيرتلايزيشن كتير، بريماتوريتي كتير، نيونيتال سبسيس كتير، نيونيتال هايبوكسيا كتير، كل دي بتعتبر بريديسبوزنج فاكتور. الطفل بيقعد في الحضانه مده طويله 20 22 30 يوم بيتركب له الامبلايكال كاث، وساعات بعض كمان النواب بيسيبوها، يعني تقول لك بس احنا ممكن نحتاجها. الموضوع مش كده، الموضوع ان العيال دي بتديفلوب بورتال فين ثرومبوزيس، جزء منها بيحصل resolution of the thrombus وجزء منها ما بيحصلش وبتأدي لديفلوبمنت of portal hypertension بالسيكوالي العنيفة اللي احنا بنشوفها، مش just splenomegaly، splenomegaly hypersplenism esophageal varices ascites، وممكن الطفل ده يحتاج later on liver transplant، ودي مهمة جدا لأن بيحصل لهم some sort of حاجة اسمها portal hypertension bilobathy وبيحصل dilatation للبيلاري سيستم وبينتج عنه cirrhosis. شوف قد ايه حاجة بسيطة جدا وصلتنا لحاجة عنيفة جدا. My home message: Doppler ultrasound is the method of choice. زي ما احنا شايفين ان الحالة ما تشخصتش بالالتراساوند العادية، ودي ناس بتوع الهيباتولوجي عارفينها ان الالتراساوند is not sensitive measure to detect or to discover cirrhosis in pediatric. لا احنا عشان نكتشف حاجة related للفاسكولار سيستم احسن اللي انت تستخدم Doppler ultrasound، especially كمان في السيرفيلنس بتاعت الاطفال بتوع نيونيت اللي هم مركبين امبلايكال فين كاث، لانها non invasive informative and relatively cheap imaging method.
كمان احنا بنريكومند وكل الناس بتريكومند ان الاطفال المركبين امبليكال فين كاثفي المبتسرين يتبعوا اتليست 1 يير بدوبلر ارترا ساوند عشان ديفلوبمنت اوف بورتال فين ثرومبوزز. And several studies relate the importance of umbilical vein cath with procoagulant with bacterial infection for the development of extrahepatic portal vein thrombosis. Until now, there is no guidelines for management of children with portal vein thrombosis, وكان extrahepatic أو intrahepatic. ما فيش guidelines. لحد دلوقتي إحنا كلنا بنعتمد على إيه؟ بنعتمد على case series, بنعتمد على experience from the adult, بنعتمد على expert opinion. لو عندنا حد stuff زي الخبراء اللي عندنا بيقولوا لنا بيستخدموا ايه احنا ماشيين وراهم, لكن ما فيش لحد دلوقتي جايد لاينز بتقول احنا نعمل ايه في البورتال فين ثرومبوزز والبورتال هايبرتنشن, وما فيش اي داتا بتقول ليه النيو بورن ده اللي عنده بورتال فين ثرومبوزز هيدخل في بورتال هايبرتنشن واحد تاني ما يدخلش, ما حدش يعرف ليه لحد دلوقتي. في ناس بتقول الثرومبوفيليا اللي هي الهايبر كواجبل ستيت ممكن تساعد, وفي اطفال ما لقوش عندهم هايبر كواجبل ستيت خالص نورمال ومع ذلك ديفلوب بورتال فين ثرومبوزز اند بورتال هايبرتنشن. Also we need the development of appropriate management algorithm to deal with this disease and thank you.